الاخير موضوع الثري فيز ترانسفورمرز. ايه بقى الثري فيز ترانسفورمرز دول؟ احنا اتكلمنا قبل كده قلنا الترانسفورمرز يا جماعه بتاعتنا هيبقى ستار يا دلتا، تمام؟ بسيطه جدا. لما يجي يقول لك انا ستار ودلتا بيروح مديهم لك كده زي ما احنا اتكلمنا بليترز دي او واي اند دلتا او واي اند ستار، وفي البرايمري يكتبهم لك كابيتال، في السكندري بيكتبهم لك سمول، تمام؟ قال لي هنزود لك كلام حتى كمان ايه كمان، قال لي في حاجه كده رقم بيتحط جنبه. ليه يا عم الرقم ده؟ قال لي دي في حاجه اسمها الفيس شيفت ما بين مين ومين، ما بين البرايمري والسكندري فولتج. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي بص كده الاول اتعلم دي وبعدين نشوف موضوع الفيس شيفت ده معناه ايه. قال لي دلوقتي انت عندك كده شكل دايره عامل زي شكل الساعه، مستوى ترانسفورمر ظرف جدا، قال لك ان انا الساعه 12 يبقى انا عندي الفيس شيفت من البرايمري والسكندري فولتج بيساوي صفر. جميل. طيب والساعه واحده قال لي يبقوا 30 درجه، مين يعني هيبقى سابق الثاني؟ قال لي لو 30 درجه يبقى السكندري بتاعي لاجز سوري لو الساعه واحده يبقى السكندري بتاعي لاجز البرايمري بتاعي 30، يعني متاخر عنه ب 30. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو رسمت له الفيز وقلت لك ده بي برايمري تمام، البي سكندري يبقى جاي متاخر عنه ب 30 درجه. كويس. طب لو الساعه 3 يبقوا 90 درجه، طب لو الساعه 5 يبقوا 150 درجه، يعني نقسمهم 30 30 على الساعه بتاعتك اللي الساعه الامل. طب لو الساعه 11 لو الساعه 11 يبقى السكندري هو اللي سابق ب 30، يبقى اروح راسم كده وده البرايمري وادي السكندري جاي سابق ب 30. بس كده بس كده. طب ايه اصلا كونسبت الفيس شيفت ده يا جماعه؟ كونسبت الفيس شيفت ده انا بقول لك مثلا ان انا الترانسفورمر بتاعي ده الفولتج بتاعه مثلا بي ماكسيمم ساين اوميجا تي، تمام؟ فاجي اقول لك بعد كده تمين ده اللي كان البرايمري. طب السكندري هقول لك متاخر عنه ب 30 درجه، هقول لك بي سكندري مثلا هيساوي بي ماكسيمم 2 في ساين اوميجا تي ماينس 30 درجه. ال 30 درجه دول هم التست شيفت اللي انا بتكلم عليه، تمام؟ فلما هاجي هقول لك هروح بدل ما اقول لك 30 درجه والكلام ده هو بيروح محطوط لك بارقام. طب ليه كده؟ هو بقى ايه النوتيشن بتاعت الترانسفورمرز بيبقى شكلها عامل كده، تمام؟ طيب احنا مهمتنا ايه في القصه دي؟ ان احنا مهمتنا نعرف لما بيجيب لي ترانسفورمر، تمام؟ ويقول لي ده زي ما انت شايف كده واي في 11، افهم هو يقصد ايه وارسم له الفيزر دايجرام وارسم له الوايندنج دايجرام، يعني ارسم له شكل الوايندنجز هم متفصلين، تمام؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. احنا واخدين كده الكابيتال الاكزامبل الاولاني واي دي 11، تعالى نشوف كده واي دي 11 ده معناه ايه. تعالوا نرسمهم بالالوان ونفهم يعني ايه كده واي دي 11. لما انا اقول لك ارسم لي الفيزر دايجرام بتاع واي دي 11 تقول لي ماشي، واي يعني كلمه ستار، مين ده الستار؟ ده البرايمري، ومين دي؟ ده الدلتا، يعني مين؟ يعني السكند. عشان كده رسمت لي واحد فيهم كابيتال وواحد سمول، تمام. و11 دي يعني السكندري جاي عامل زاويه 11 مع البرايمري. واحده واحده، لو انا رسمت لك ساعه كده وادي بقول لك الساعه 12 دي كده، ده مين؟ ده البرايمري. يبقى السكندري مين؟ جاي متاخر عن، جاي الساعه 11، يبقى السكندري جاي 30 درجه بدري عن مين؟ جاي عن البرايمري، تمام كده. طب ده مين ده؟ ده مين؟ يعني انهي فولتج؟ ستار ولا فيز ولا لاين ولا اي حاجه؟ قال لي بص هو في حاجه من الاثنين، يا تقول اللاين فولتج بتاع البرايمري والسكندري، يا تقول الفيز فولتج بتاع البرايمري والسكندري، واحد بس انت الشغل بتاعك. انا بقول لكم خد الفيز فولتج بس، ليه؟ هنشوف دلوقتي. فانا دلوقتي لو انا عايز ارسم الستار كونكشن هرسم الثري فيز بتوعه ازاي؟ هقول لك ادي في اي، تمام؟ ده الفولتج بتاعي بتاع مين؟ بتاع البرايمري بتاعي. والفيز بتاع الفولتج شكله زي ايه؟ هيجي بعديه مين؟ هيجي بعدين في بي، وبعدين في سي، تمام؟ الفيز شيفت يا جماعه هيبقى كام؟ قال لي هيبقى 120 درجه. ده كلام جميل جدا جدا. طيب وبعدين ايه يعني استفدت انا ايه؟ انا رسمت لك كده الفيز بس كده بس. طب لو انا قلت لك ارسم لي الكونكشن دايجرام هتقول لي هرسم لك ثلاثه وايندنجز وبعدين هرسمهم على شكل ستار كده متفرقين وبعدين هقول لك فصلهم. فبيترسموا كده يا جماعه، بقول لك ان A1 و A2 دول التيرمينالز بتوع مين؟ بتوع فيزا ايه؟ يعني الترانسفورمر في الحقيقه هتلاقيه جاي لك كده A1 و A2 و B1 و B2 تمام؟ و C1 و C2. يا سلام. ده كمان مش ده الاجمل من كده، ان انا كمان هحطهم لك على مين؟ هحطهم لك على الرسمه بتاعتك. هقول لك دي A1 و A2 تمام؟ وادي B1
ودي 2 وسي 1 وسي 2 شوف الدقه والتناغم. هوصلهم ايه يا جماعه؟ ستار. الستار دول هوصلهم ازاي؟ قال لي بتاخد الثلاثه تيرمينالز ايه ودي والسي 1 دول بتوصلهم مع بعض كده في نقطه واحده ويبقى الترانسفورمر بتاعك الثلاثه اوتبوت بتوعه هم اي 2 بي 2 وسي 2. دايما دايما البرايمري اخد الاوتبوت بتاعي برقم 2 يعني اي 2 بي 2 سي 2. تمام؟ ليه هم يعني اتفقوا؟ تمام. انت ممكن تسميهم اي حاجه بقى خلاص، بس احنا خلينا نمشي على الميوتيشن. طيب مين دايما الرخم بتاعي؟ دايما الرخم هو الدلتا. فدايما لما يجي لك رسمه يقول لك كده ستار دلتا دلتا ستار، ترسم الستار وتظبطها وبعدين ترسم الدلتا. طب الاول ترسم الستار ازاي؟ تشوفها برايمري ولا سكندري. لو كانت برايمري ابتدي بيها، طب لو كانت سكندري اصبر شويه. تمام. خلينا نرسم السكندري بتاعنا. السكندري بتاعنا هنعمل ايه؟ بيقول لك هو تمام انا البرايمري بتاعي تمام لو هو ده دي اي تمام هيبقى السكندري بتاعي تمام دي اي برضه جاي عني فيس شيفت 30 درجه. فالسكندري بتاعك تمام هيجي متاخر 30 سوري جاي بدري 30 درجه. هقول لك ده دي اي بتاع مين؟ ده بتاع السكند. لو قلنا ان ده مثلا دي اي كده كابيتال خلينا نمشي زي المحاضره كده باسلوب واحد نخلي ده ايه كابيتال مثلا عشان يبقى الموضوع سهل عليكم. يبقى دول كابيتال كده اللي هو كابيتال ويبقى ده كابيتال بي اي كابيتال والتاني ده سمول يبقى السكند بتاع سمول يبقى كابيتال بي اي وسمول بي اي هم دول بتوع برايمري وسكند. جاي تيست شفت ايه المشكله يعني؟ ما عرفنا الكلام ده. طبقوا لي على الرسم. فهتروح انت جاي يعمل ايه بقى؟ تروح انت جاي راسم لي كده خط خفيف تمام؟ وتقول لي دي ايه ده جاي 30 درجه بدري عن مين؟ جاي 30 درجه جاي عن الاخ بتاعي اللي هو بتاع الفرن تمام؟ فانا تقريبا انا بقول لك اهو ادي دي ايه اهو انا عارف ان هو ده المظبوط يعني ده اللي جاي عامل زي هروح جاي 30 درجه كده بقول لك ادي دي ايه بتاع مين؟ ده بتاع السكندري. طيب وعامل كام؟ عامل 30 درجه. طب هو المفروض في بي بتاع السكندري هيجي فين صحيح؟ هيجي جاي بعد 120 درجه صح؟ لو انا جيت بعديك ب 120 درجه هلاقي في بي في بي ده السكندري جاي لي نايم كده. تمام؟ ولو جيت بعد كده ارسم بي سي هلاقي جاي بعديك 120 درجه فادي 90 و30 كمان يبقى لي بي سي بس كده خلاص. انت كده رسمتهم اه بس انا رسمت مين يا جماعه؟ رسمت الفيس فولتج هو الدلتا شكل الرسمه بتاعته بيبقوا فيس فولتج كده واخدين شكل الستار ولا شكلهم تاني؟ قال لي لا بيبقوا متوصلين الثلاثه كويلز على شكل مثلث. طب هنرسمهم ازاي؟ هجايين لك حالا اهو. خلينا نرسم الثلاثه كويلز الاول ونحط ايه المسميات، نحط الثلاثه كويلز ونشوف هنوصلهم ازاي. تمام؟ هنسميهم A2 A1 بي واحد اثنين بي وسي واحد وسي ليه انت راسمهم كده؟ قال لي خد بالك لو انت بتتكلم على فيس شيفت عند الساعه 11 او الساعه 1 يعني في النص الفوقاني من الكلوك بتاعتنا فدايما الاوتبوت بتاعك هيبقى ايه؟ اي وبي وسي اثنين. تمام؟ لو هم في تحت هيبقى الاوتبوت بتاعك بس هتسميه اي واحد وبي واحد وسي واحد. ليه؟ ما تشغلش بالك دلوقتي اسمع الكلام دلوقتي هو هيظبط. طب انا الدلتا يا جماعه كنت بعمل ايه؟ بعوز اوصلهم على شكل مثلث، هوصل المثلث هعمل مثلث ازاي؟ انا الستار سهل لميتهم كلهم في نقطه واحده. قال لي الموضوع في المنتهى البسيط، انت اول فولت عندك اسمه ايه؟ اسمه بي ايه؟ اول فولت عندك هتجيبه ازاي؟ تمام؟ بي اي بي تمام؟ فانا عايز ارسم المثلث بتاعي، قال لي طب ما تحاول ترسم المثلث بتاعك عن طريق مين؟ عن طريق الدلتا تمام؟ عينيا الاثنين هرسم لك المثلث بتاعك عن طريق الدلتا. الدلتا ارسم اي مثلث تمام كده؟ ادي المثلث بتاعي اترسم بس الترمينز بتاعتي انا ما اعرفهاش، انا لسه ما اعرفش الترمينز بتاعتي. قال لي حلو قوي. دلوقتي انت لما جيت قلت لنا ان الفولتج بتاعنا اللي اسمه في اي بي ده تمام؟ في اي بي ده هيتوصل ازاي؟ فقال لي ده هيبقى متواصل ما بين فيز اي وما بين فيز بي تمام؟ طيب في فيز A وفيز B الخط ده تمام هيبقى دايما هتلاقيه اسمي الخط ده الترمينالز بتاعته هسميها ايه؟
طب هو بتسالني السؤال ده ليه؟ هقول لك بمنتهى البساطه، انت دلوقتي عندك الطرف ده النقطه دي اسمها A والنقطه دي اسمها B والنقطه دي اسمها سوري النقطه دي اسمها C والنقطه دي اسمها B، تمام؟ فالاطراف بتوعك تمام الترمز بتاعتك هيبقى اسمهم A2 تمام، هيبقى عندي B2 وهيبقى عندي C2. طيب الخط اللي انت رسمه ده تمام هيبقى جاي منين؟ هيبقى جاي موازي لبي الفيزا بي. ليه؟ لان انا عندي ترانسفورمر بتاعي 3 فيز، هو ما انتش عارف انت موصله ستار ولا دلتا، هو بيخش له فولت وبيحوله تمام، فايه يروح رده على ايه؟ يعمل الترمز ريشيو ايه ويحوله لفيزا ايه؟ بي ياخد الفولتج بتاع فيزا بي ويحولها بالترمز ريشيو لفيزا بي على السكندري، نفس الكلام سي ياخد الترمز ريشيو بتاع فيزا سي ويضربها في الفولتج سي ويحولها للسكندري. انت بقى توصله ستار او توصله دلتا مش بتاعك، هو ترانسفورمر مش فاهم انت ستار ودلتا دول بتعمل بيهم ايه اصلا في حياتك. خلاص؟ فبيقول لك ايه؟ بيقول لك طيب دلوقتي انا الفولتج بتاعي اللي كان جاي من فيزا بي تمام؟ الفولتج ده تمام؟ هاخده اوصله بارلل مع مين؟ هاخده اوصله بارلل مع او هاخده تقريبا بارلل مع مع اللاين بتاع المثلث بتاع الدلتا ده تمام؟ فالمثلث قدامي في ضلع، الضلع ده هيبقى موازي لمين؟ هيبقى موازي لبي. تمام؟ طب بي ده كان شكل الاتجاه بتاعه عامل ازاي؟ بي 1 وبي 2، هروح هنا حاطط بي 1 وهروح هنا حاطط بي 2. تمام؟ طيب وبعدين قال لي بعد كده في عندك خط بالطول كده واقف تمام؟ خلينا ناخده بلون تاني وليكن مثلا اللون الازرق. الخط ده تمام؟ الخط ده هلاقي فيه طرف اسمه A2 تمام؟ يبقى A2 ده واقف هنا كده، يبقى الطرف الاولاني بتاعه B1، وهتلاقي A2 ده بارلل للفيزر اللي اسمه A1 كابيتال A2 كابيتال اللي هو الشكل ده. طيب المثلث الثالث، قال لي المثلث الثالث خلينا نرسمه بلون جديد وليكن اللون البينك ده تمام، فهروح واخد المثلث ده كده هلاقي ان الخط ده بارلل لمين؟ دايما بارلل لفيز سي تمام، فكما لو كنت انا خدت الفولتج بتاع فيزا سي ورحت موصلهم بالشكل ده ازاي؟ قال لي التيرمينال دي اسمها سي 2 يبقى التيرمينال دي هيبقى اسمها مين؟ هيبقى اسمها سي 1. بص كده على المثلث ده هتلاقي بي 2 وسي 1 متوصلين مع بعض، وهتلاقي اي 2 وبي 1 دول متوصلين مع بعض، وهتلاقي اي 1 وسي 2 متوصلين مع بعض. ليه؟ كونوا لي المثلث اللي اسمه دلتا. يبقى انا كده هروح رايح على الاطراف بتاعه الترانسفورمر السكندري بتاعي واروح اقول له A2 تمام كانت مع B1، يبقى هتروح واخد لي A2 مع B1، اروح موصل لك A2 مع B1، وبعد كده B2 مع C1 اروح ل B2 واروح موصلها مع C1، وبعدين هاخد A1 مع C2 اروح واخد A1 واروح موصلها مع C2. انت كده عملت الدلتا؟ اه. بص ركز كده هتلاقي ان الشكل بتاعك تمام بقى دلتا. يعني ركز كده السلك ده كده لو بصيت عليه هتلاقي ان انت عملت توصيل ايه دي؟ شكلها معقد اه، شكلها معقد وشكلها مش سهل اه، شكلها مش سهل. هتتعبك في الفهم اه، هتتعبك في الفهم. هي دي طريقه رسمها وما لهاش حل. تمام؟ يعني يقول انا ممكن احفظه، ممكن احفظه. بس هتتعب قوي 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 عشان تقدر تحفظ الكونكشنز دي من التفصيله بتاعتك. انا ما بقولش لحد، انا بقول لك هي بس بتيجي منين. احنا بنقف نرسم الفيزر، ومن الفيزر عندي ثلاثه فيز، الثلاثه فيز كانوا اصلهم في الحياه دي السنه السوري ستار تمام، فانا قلت لك البرايمري بتاعي كان ستار، السكندري بتاعي كان دلتا. حلو، ارسم لي الستار دي سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. طب وبعدين؟ قلت لك انا بحول كل واحد فيهم، كل فيزر فيهم او كل فيزا فيهم بحولها بالاتجاه بتاعها تمام. ففيزا سي انا هوصلها دلتا، هتبقى شكلها بالمنظر كده في الرسم تمام. فيزا ايه هيبقى شكلها ايه واقف كده بارلل للفيزا ايه، هنا هتبقى في نفس الاتجاه. فيزا بي هتبقى برضه ايه بنفس الاتجاه، ولكن لما يتوصلوا مع بعض كترمينالز مفيش عندنا نقطه نيوترال هنا، مفيش عندي النقطه دي، دي اللي بنسميها نيوترال، بنسميها ان كده. فبالتالي هيبقى الشكل بتاعي الترمينالز بتاعت بي 2 مع سي 1 واي 1 مع سي 2 واي 2 مع بي 1. ده كده لو انت جيت عملتهم ورحت رسمت الرسومات بتاعتك ورحت قست الفولتج بالسكوب هتلاقي ان البرايمري ستار سكندري دلتا والفيس شيفت ما بينهم 30 درجه. تمام كده؟ تقدر ان انت تطبق نفس الكونسبت ده على اي رسمه من الرسومات اللي معاك هنا. تمام كده؟ فخلينا ناخد مثلا رسمه تكون
دلتا ستار، دلتا ستار واحد مثلا، ولا ناخد واحدة أصعب شوية، دلتا ستار 11، خلينا ناخد دلتا ستار واحد دي واي 1. دي واي 1 دي ايه؟ نفس الكونسبت بالظبط، تمام؟ تعالوا نكتبها كده عشان الناس اللي ما جمعتش الرسمة الأولى. بيقول دلوقتي دي واي 1 دي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ هيبقى دي واي 1 يبقى دلتا، تمام؟ الايه؟ البرايمري سكندري ستار والفيس شيفت بينهم واحد. اجي كده على جنب، واحد يعني ايه؟ واحد يعني هنا كده، يبقى الفيس شيفت جاي الساعة واحدة هنا كده، يبقى ده البرايمري ايه، تمام؟ ايه كابيتال، والسكندري ايه سمول، تمام؟ واحد يعني ايه؟ يعني الفيس شيفت 30 درجة لأن الساعة واحدة، تمام؟ يبقى جاي على ايدي اللي ايه؟ اتحركت ايدي، تمام؟ فهتقول لي دلوقتي انت عندك ايه؟ هقول لي انا عندي دلوقتي ثلاث متجهات اصليين، دي اي او من الكابيتال، والدي بي والدي سي، دول توب برايمري. طب والسكندري هيبقى فيس شيفت ده عنهم، فاروح راسم كده خط في دي، واروح جاي واخد انا لون تاني عشان تشوف انت، تمام؟ واقول لك ادي دي اي عامل 30 اي درجه، اجمع لي عليهم 120، يبقى هو هيتجمع 30 وهيتشفت 90 درجه كمان، تمام؟ يبقى ياخد 30 120، يبقى عند 150، يبقى هيبقى عامل ايه؟ يبقى عامل دي كده الزاويه دي، تمام؟ ويبقى ده اسمه في اي سمول، وده يبقى اسمه في بي سمول. طب 30 وواحد كمان شفت ده عنها 120 درجه، يبقى مطلع دي سي. يا سلام، بس كده بس. طب ايه ده؟ ده انا كان الاولاني كان دلتا والتاني كان ستار، يبقى الستار خلص اهو، سهل قوي. الستار ده جميل جدا وبيسهل عليك، هو الملعون هو الدلتا للاسف، تمام؟ طب ارسم لي الوايندنج دايجرام بتاعهم، سهل جدا. ادي الوايندنج دايجرام بتاعهم، هروح بس مخلص على الستار، ما فيهاش اي اختراع، هسميها A1 B2 سوري B1 B2 C1 C2. والمهم لي لو سمحت في نقطة واحدة، وسمي لي النقطة دي اسمها نيوتن، بس كده بس. امال مين اللي هيرخم عليا كالعادة؟ الدلتا. هنرسمه ازاي الدلتا ده؟ بنفس الكونسبت بالظبط. انت قلت لي ان هو الدلتا ده هيروح عامل لي مثلث، اروح راسم ايه؟ ضارب المثلث، تمام؟ والمثلث بتاعي دون هاخد المتجهات الاسماء بتاعته والحروف بتاعته عشان اعرف اعمل الوايندنج بتاعتي اللي واقفه بالشكل ده، تمام؟ الوايندنج بتاعتي مش فاهمه حاجه، انا عندي A1 و A2 وB1 وB2، وهي لا تعرف في شيفت ولا تعرف اي حاجه، هو شيء وعمال يترانسفورم من ده لده، وهو ساكت ومش شايف اي حاجه خالص، تمام؟ فالرسمه بتاعتي دي، تمام، فيها ايه؟ فيها في اي، تمام؟ في الفولتج بي اي، بي اي لو انا جيت رسمته كده، بص عليه كده، تمام؟ بي اي ده ممكن يبقى بارلل لمين بالمنطق ده؟ هيبقى بارلل يعني الخط ده، ولا هيبقى بارلل الخط المائل ده، ولا هيبقى بارلل الخط الثالث ده؟ واضح جدا ان هو هيبقى هنا كده. يبقى بي اي هيبقى ايه؟ هيبقى اهو، هيتنقل هنا ويعمل لي الدلتا دي. طب هيبقى فين؟ ازاي؟ هيبقى اي 2 وهيبقى ادي اي 1. طيب بي هيبقى شكله عامل ازاي يا جماعه؟ قال بي بي اهو، صح كده؟ تمام، يبقى بي بي اهو هيبقى بارلل، شكله عامل ازاي؟ يبقى بي 1 وبي 2 بالاخضر كده، تمام؟ هنسيب المحمر الخط ده كده عشان تعرف ان ده بتاع الفيزيك، ده بتاع الفيزيك. طيب ناخد البينك كالعاده، الثالث بي سي، يبقى بي سي، تمام، اللي هو اهو، تمام، يبقى بي سي برضه اتنقل بارلل بالشكل ده كده، تمام، يبقى ادي سي 1 وادي سي 2 بالشكل ده وليهم نفس اللي. يبقى الثلاثه ايه؟ يبقى الثلاثه اترسموا قدامي بعد ما نقلتهم بارلل لبعض. طيب هعمل ايه؟ هاخد بي 2 وبي 1 وسي 1 و اي 2 وبي 1 وهاخد اي 1 وسي 2 واوصلهم لبعض. ازاي يعني؟ ادي هاخد ترمينال اي 2 واروح ادور على بي 1 واروح موصلهم لبعض، وبعدين هاخد بعد كده ويبقى دي تيرمينال ايه، وبعد كده هاخد بي 2 سي 1 يبقى بي 2 واروح موصلها في سي 1، تمام؟ وبيبقى دي تيرمينال مين؟ يبقى دي تيرمينال بي، الاوت بوت يعني بتاع الترانسفورمر اللي انت هتمسكه من ايدك توصله على الصفحه. وبعدين اي 1 وسي 2، يبقى هاخد اي 1 وسي 2 واروح موصلهم مع بعض بالشكل، تمام؟ هتقول لي ده دلتا؟ اه ده دلتا على فكره، يعني انا في الاخر كده
هقول لك ان ده شكل ايه؟ دي كونكشن بيلت. يبقى الشكل بتوع الثلاثه كويلز شكلهم عامل كده، انت بترسمهم كده. هما في حقيقه الامر عشان اوصل انا للشكل ده بالسهوله دي لازم اوصل التيرمينالز بالمنظر ده، اذروايز التست شيفت ممكن يعك منك ويبقى حاجه تانيه. تمام كده؟ يبقى دي كده كانت ايه؟ يبقى دي كده كانت الترانسفورمر كونكشنز، وازاي اقدر ارسمهم، وازاي ممكن افهم الدلتا والستار والزاويه. دي كده يا جماعه كانت اخر ليكتشر بالنسبه لنا. بقيه الحاجات الثانيه الرسومات الثانيه نفس الفكره، فانتوا تقدروا تتعلموا فيها لغايه لما تفهموها. ما فيش اي حاجه خالص، انا مش عايز اقول لك احفظ، هي ممكن تتفهم بس يعني لو انت اتزنقت فيها ومحتاج ان انت للاسف مش عارف تفهمها ممكن تحفظها، ولكن نتناقش فيها ان شاء الله في الدسكشن بتاعتنا. انا شايف ان هي سهله بس وانس ان انت تفهم فكره بس الفازر، وتعرف ازاي بوصل الستار وبوصل الدلتا، وابتدي بمين بالستار كالعاده، وبعد كده استنتج مين الدلتا، واخد الكاستشر اللي انا عايز ابتديها. موضوع بسيط. دي يا جماعه كانت اخر ليكتشر في الكورس بتاعنا، اشوفكم ان شاء الله في الميتنج اللي ناقشك.